من هنا على أرض الدمام السعودية، حيث بطولة غرب آسيا، أشرقت شمس منتخب يمني ناشئ لامست أشعتها قلوب اليمنيين قبل أبصارهم، صغار في أعمارهم، كبار في عطائهم، تلمح في وجوههم مزيجا من معاناة واقع مؤلم وأمل بمستقبل مشرق يشد السعادة لبلد يلقب بالسعيد. بدأ المشوار بانتصار ممتع بثلاثية أمام نشام الأردن، كشفت عن حصان جامح لم يأتي للمشاركة فحسب، وإنما لما هو أبعد من ذلك. جول للمنتخب اليمني، الله على هدف ثاري، هدف ثاري في إن شاء الله بإذن الله. نوعدكم نحن لم نأتي للمشاركة، وكما تحدثنا سابقا أتينا للمنافسة، وبإذن الله بتقى من الله وبتقى بلاعبينا إن شاء الله سننافس على هذه البطولة حتى آخر نفس. ما أشبه الليلة بالبارحة، فهذه الكوكبة الناشئة أعادت الأذهان لمنتخبات سابقة في هذه الفئة، صنعت الفرحة فظلت جماهيرنا تتذكرها إلى اليوم. هذا الأداء الرائع والرجولي بأنه سيكون حصان الأسود وسيكون من المنتخبات المنافسة على بطولة غرب آسيا. المحطة المقبلة وإن بدت سهلة قياساً إلى نتائج الجولة الأولى، لكنها تتطلب إعطاءها كل الاحترام والقوة لمواصلة مشوار كبير ووطني يتمثل بإسعاد ملايين اليمنيين في الداخل والخارج. سميح المعلمي، السعودية. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي هواء أعيدي وأعيدي.